اتكلمنا في البرنامج عن موضوع تصدير العقار قبل كده، من وجهة نظرك برضو تاني يعني ايه تصدير العقار وبيساهم في القطاع ده ازاي؟ هو خليني اقول لك انه القطاع العقاري قطاع غاية في الأهمية في اي اقتصاد، لكن تعال نبص على القطاع ده في مصر على وجه الخصوص. القطاع ده النهاردة في مصر بيمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في التسع شهور الأولى في 2017، بيمثل 15% من إجمالي الاستثمارات المنفذة في مصر في التسع شهور الأولى في 2017. يعني بنتكلم في أرقام كبيرة جدا، 10% من الناتج المحلي الإجمالي، 15% من إجمالي الاستثمارات المنفذة. فيما يخص العوائد بنتكلم على عوائد تصل إلى 40%، بنتكلم على معدلات عائد مركبة على الاستثمار من 2011 إلى 2016 بتصل إلى 32%، بنتكلم على جاب كبير، يعني فجوة كبيرة بين الطلب والعرض، المطلوب في كل الليفلز في كل المستويات أكبر بكتير من المعروض. فإذن الحقيقة القطاع جاذب جدا للاستثمار، القطاع جاذب لشركات تطوير عقاري. بدأت هناك شركات تطوير عقاري خليجية كتير تدخل إلى السوق المصري، بدأت شركات تطوير عقاري دولية تدخل إلى السوق المصري. ده من شأنه تدويل السوق ومن شأنه زيادة المنافسة. ولو أنا كنت النهاردة شركة محلية بتعمل منتج عقاري ودخلت لي شركة دولية، بتخليني أرفع على طول من مستوى المنتج العقاري اللي بعمله، أرفع من مستوى البيمنت بلانز بتاعتي اللي بعملها، أرفع من مستوى تشطيبي، أرفع من مستوى المنتج المقدم إلى العميل النهائي. وبالتالي أنا أعتقد أن القطاع ده أصبح مؤهل جدا لأنه يقوم بالتصدير. يعني إيه يقوم بالتصدير؟ يعني يتباع نمرة واحد للمصريين المقيمين في الخارج، نمرة اتنين يتباع للأجانب اللي بيدوروا على استثمار متنوع في الشرق الأوسط، نمرة ثلاثة الصناديق اللي بتدور على استثمارات بتعمل عوائد كبيرة زي ما قلنا بتصل إلى 31%، صناديق التحوط والصناديق الاستثمار العقاري اللي موجودة في العالم كله. أعتقد أنه بدأنا نحط القصة دي على بداية الطريق، ومع جهود أكتر من التسويق لهذا الاستثمار العقاري والمجال العقاري هنجد أنه الأمور دي بتتحرك كثيرا الفترة الجاية، بالذات متزامنة مع الإصلاح الاقتصادي والمناخ الاستثماري السائد دلوقتي. الإصلاح الاقتصادي بدأ يأتي بثماره، يمكن شفنا لأول مرة الريفورم بيبدأ بقطاع الكهرباء وقطاع البترول وبرموفل بتاع الدعم، بنشيل الدعم، بيبدأ أيضا بإصلاح رئيسي في منظومة الضرائب، بيبدأ أيضا بتقديم ضريبة القيمة المضافة، بيبدأ أيضا بالقوانين في عدة أشكال، بيبدأ بالبنية الأساسية، كهرباء، مدن جديدة، طرق، شبكة طرق كبيرة. فكل ده بيدي مناخ استثماري جيد، بيساعد على تدويل العقار، وبيساعد على ان انا ابتدي اقول ايوه انا بحط رجلي على اول خطوه لتصدير العقار المصري في الخارج، بتبدا بدول الريجن او دول المنطقه، منطقه الخليج، ثم تنتقل الى الدول الاكثر صعوبه في التصدير زي دول اوروبا الشرقيه ثم اوروبا الغربيه ثم الولايات المتحده وكندا واستراليا وخلافه.